الجزائر مباشر، وقفة عند الخبر وتحليل لأهم الأحداث الوطنية والدولية مع ضيوفنا الكرام من محللين وأساتذة في الحدث سهرة اليوم. نتابع تعزيزا للعلاقات الجزائرية الإيطالية، اتفاق استراتيجي لإنجاز مشروع ضخم لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية بولاية تيميمون، دعامة للدفع بمسار الاقتصادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي الملف نناقش المرأة القيادية في الجزائر، شريك أساسي في الحياة الاقتصادية والسياسية وعنصر فعال لتحقيق التنمية المستدامة، سندها منظومة الإصلاحات التشريعية والتحفيزات والمرافقة. أما في الملف الدولي نناقش في اليوم 58 بعد 200 من العدوان الغاشم والعنصري على غزة، موازين تنقلب على الجلاد وساسة الكيان، يتوقعون سقوطا وشيكا لإدارة الاحتلال. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الجزائر مباشر. إذن اتفاق استراتيجي آخر يعمق الشراكة الجزائرية الإيطالية من خلال إنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون باسم مؤسسة مايتي إفريقيا، والتي يمتد ابتداء من السنة الجارية إلى سنة 2028، وهو القطب المخصص لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع بالمسار الاقتصادي الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي. إذا نناقش هذا الحدث، وأسعد باستضافة البروفيسور فتح خننو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك أستاذ فتح. أهلا وسهلا فاطمة الزهراء، شكرا للاستضافة. مرحبا بك. كما أسعد أيضا باستضافة الدكتور عبد الباسط بومادة، خبير مختص في الاقتصاد الزراعي، يلتحق بنا مباشرة من محطة ورقلة. أستاذ بومادة مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة فاطمة الزهراء، شكرا للاستضافة، وأهلا بالسادة المشاهدين وبالضيف الكريم. مرحبا بك أستاذ، وشكرا لكم ضيوفي الكرام لتلبية دعوة البرنامج. أستهل النقاش بك بروفيسور فتح خننو لنتوقف قبل أن نتجه نحو البعد الاقتصادي المتميز والمتعمق يوما بعد يوم بين الجزائر وإيطاليا، بين محور الجزائر وروما. العديد من الزيارات الرسمية من على مستوى السيد الرئيس وأيضا رئيسة الوزراء الإيطالية وغير ذلك، نتحدث عن هذه الديناميكية على المستوى السياسي والدبلوماسي التي تتميز بها العلاقات الجزائرية والإيطالية. صحيح فاطمة الزهراء، حقيقة هي علاقات متميزة وليست ولدة اليوم، وإنما هي علاقات تاريخية متجذرة منذ ثورة التحرير المباركة. المساندة الإيطالية كانت واضحة للشعب الجزائري وللثورة التحريرية المباركة. العلاقات الجزائرية الإيطالية تمتاز منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا بالقوة والثبات والاستمرارية على كل المستويات، ولكنها حقيقة ينبغي أن نعترف بأن منحها التصاعدي وزخمها الكبير وديناميكيتها الأساسية عرفت منذ تولي السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية سلطة الحكم في 2019، أعطى بعدا وزخما جديدا لهذه العلاقات المحورية والمهمة، وهذا يعكس أيضا تصوراته الحكيمة والعقلانية في توجيه السياسة الخارجية الجزائرية تجاه فضائها المتوسطي مع دولة ذات أهمية مركزية في غرب المتوسط، تتقاسم نقاط مشتركة من المبادئ، من الفرص، من المواقف الاستراتيجية، من العلاقات المبنية على أسس الاحترام والشفافية والمصداقية أيضا في فضاء غرب المتوسط. هذا كل هذه المواصفات عكست عمق
العلاقات الجزائرية الإيطالية التي أخذت اليوم منحة تصاعدي مثلما أشرت سابقا، وتعرف اليوم ديناميكية على كل المستويات. اليوم دخلنا في إطار شراكات متعددة الأبعاد، وتريد الجزائر أيضا أن تستأنس بالتجارب المختلفة لإيطاليا، خاصة على مستوى التنموي، لبناء علاقات أكثر عمقا وأكثر استراتيجية، إيمانا أيضا من الجزائر بأنه العلاقات أيضا الاقتصادية يمكن أن تخدم السياسة. الاقتصاد هو دائما خادم للسياسة، وإيطاليا معروفة بمواقفها الثابتة تجاه الجزائر، مواقف نزيهة تاريخيا، والجزائر تستثمر في هذه الفرصة المتاحة على كل المستويات. الملاحظ فاطمة الزهراء بأنه العلاقات الجزائرية الإيطالية هي متحركة، يعني لم تعد اليوم مقتصرة فقط على مجال الطاقة الذي كان لفترة ماضية، وإنما أخذت زخما وأبعادا أخرى. اليوم نتكلم على استثمار ضخم استراتيجي والفريد من نوعه، وقعه السيد رئيس الجمهورية غداة اجتماع جي 7 قبل تقريبا أسبوع، وهو يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المبنية على التنوع، على الأهداف المشتركة، على بناء علاقات متينة يمكن أن تخدم الشعبين وتخدم البلدين أيضا. نعم سيد فتح، لكن نتوقف أيضا عند نقطة مهمة جدا في العلاقات السياسية بين البلدان، وهي تلك العلاقات التي تتطور وتنتقل إلى البراغماتية. صحيح. حتى في المجالات الاقتصادية، عندما تتطور هذه العلاقات إلى هذا المستوى من التعاون، كيف يكون مستقبل وواقع ورهان هذه العلاقات أستاذ؟ صحيح، هو هي في العلاقات الدولية كلها مبنية على أساس المصالح المتبادلة، المصالح الوطنية للدول. نعم. وهذا ما يعكس أيضا بأن كل دولة لديها توجه براغماتي تجاه دولة معينة. لما السيد رئيس الجمهورية اتجه إلى الدائرة المتوسطية التي هي إيطاليا أحد نقاط ارتكازها، كان يعي تماما بأن هذه العلاقات الثنائية المتميزة سوف تعود بالفائدة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. لاحظ اليوم المجالات التي تنشط فيها العلاقات الجزائرية الإيطالية يعني توسعت بصورة كبيرة. تقريبا في فترة أقل من 5 سنوات قادها السيد رئيس الجمهورية، عرفت العلاقات الجزائرية الإيطالية مستويات في مستوى السيارات مثلا، في مستوى الثقافي، في مستوى التجاري والاستثمار، شركة إيني ونشاطاتها المختلفة. واليوم يختم هذا الاتفاق وهذه الشراكة المهمة بمشروع استراتيجي بتيميمون سوف يكون له آفاق واعدة بإذن الله في هذا المجال. وبالتالي العلاقات ما بين الدول هي مبنية على أساس المصالح الوطنية، مبنية على أساس البراغماتية، لكن ما يميز العلاقة الجزائرية الإيطالية أنها مبنية مثل ما أشار السيد رئيس الجمهورية في أحد لقاءاته التلفزيونية بأنها مبنية أيضا على الشفافية والمصداقية. نعم. وهو شريك نزيه بالنسبة للجزائر، لذلك الجزائر توجه بكل قوة نحو هذا الشريك. إيطاليا هي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، والجزائر هي ثالث اقتصاد على مستوى إفريقيا، وهذه الميزات التفضيلية المشتركة يمكن أن تخدم البلدين وتعود على مستوى مسارات الاقتصاد لكل من إيطاليا والجزائر. نعم أستاذ فتح، والأكيد بأن هذا الاتفاق هو ثمرة هذه الاستراتيجيات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا. أتوجه إلى الأستاذ عبد الباسط بومادة من محطة ورقلة. أستاذ عبد الباسط، هذا لو نتوقف عند البعد الاقتصادي الهام الذي يكتسيه هذا المشروع الضخم، هو تقريبا ثاني مشروع ضخم في مجال الفلاحة بين الجزائر وإيطاليا. هذه المرة تقريبا هو بمساحة إجمالية تفوق 36,000 هكتار وبقيمة تفوق 420 مليون دولار. لو نتوقف أستاذ بومادة عند، وأيضا نقطة مهمة جدا هو أنه سوف يكون بولاية تيميمون الصحراوية، ما هو البعد الاقتصادي الذي يكتسيه هذا المشروع الهام الذي سوف ينفذ بين الجزائر وإيطاليا؟ شكرا مرة أخرى سيدة فاطمة الزهرة على الاستضافة. بالبعد الاقتصادي هو طبعا تحقيق الأمن الغذائي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتوجات الزراعية وخاصة المنتوجات الاستراتيجية من القمح اللين والقمح الصلب. وهذه الشراكة الجزائرية الإيطالية، شركة بمسمى ماتي إفريقيا، المسمات على هي شركة ملك لعائلة صديق الثورة الجزائرية ماتي أونريكو ماتي المعروف، يعني اللي كان عنده دور كبير في مفاوضات
إيفيان وشركة أخرى وشركة من أكبر شركة فلاحية في إيطاليا هي شركة بونيفيكي فيراريزي. نعم. هادو شركتين، شركة ماتي مختصة في الصناعات التحويلية، الصناعة الغذائية التحويلية، وشركة بونيفيكو فيراريزي مختصة في الفلاحة والزراعة بشكل عام، وهي شركة كبرى من أكبر الشركات في أوروبا وداخلة في بورصة ميلانو، وكان عندها يعني طموح منذ سنة 2022 وهي طامحة أن يكون عندها استثمار كبير في المناطق الصحراوية في الجزائر، وكانت يعني ثمرة هذا الطموح هذا إمضاء اتفاقية مع الشركة هذه في خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مجموعة السبع في باري بالإيطالية، وكان يعني الاتفاقية هذه لتبشر بالخير في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وطريق تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر اللي نطمح له جميعا، خاصة بالنسبة لزراعات استراتيجية من القمح اللين القمح الصلب، اللي يعني كل الخطابات السيد الرئيس كل في كل يعني مجلس وزراء إلا ويكون في الملف الفلاحة أعطيه الأولوية والأولية القصوى، لأنه من لا يملك قوته ولا يملك سيادته ينطلق من هذا المبدأ هذا. وكان يعني الاستثمار الكبير اللي كان مع الإخوة القطريين مع شركة بلدنا في أضرار لأكثر من 117,000 هكتار، والاستثمار هذا مع شركة بونيفيكي فيراريزي لأكثر من 39,000 هكتار، نصحح لك الرقم أخت فاطمه الزهرة، هي 39,000 هكتار وليس 36,000. نعم. واللي راح تكون عندها يعني صدى كبير على الجانب الاجتماعي، الجانب البيئي، الجانب الاقتصادي، خاصة بالنسبة للمنطقة، بالنسبة للشغل للساكن المحليين، بالنسبة للتطوير المختلف الصناعات التحويلية، يعني راح تكون مشاريع مدمجة كاملة، صناعة تحويلية، منتوجات علفية، تربية حيوانات، كلها يعني راح تكون طفرة نوعية في المناطق الصحراوية هذه لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولكن طبعا لازم الاتفاقيات هذه تكون يعني تحافظ أيضا على الاستدامة، لأنه طبعا هذه الموارد خاصة الموارد المائي، موارد في المناطق الصحراوية موارد غير متجدد، يجب يعني استغلاله بطريقة عقلانية لضمان الاستدامة، ما يكونش يعني عندنا إنتاج في سنوات بضع سنوات ومن بعد نستنزفوا هذه الموارد هذه ومن بعد راح نضيعوا الاستدامة. إذا لازم تكون دفتر شروط صارم للحفاظ على هذا المورد للحيوي، اللي خاصة اللي هو يعني البطاقة الرابحة للجزائر اللي هي المورد المائي، لأن رانا تحتنا بحر يعني كبير من المياه الجوفية، وجب استغلاله، ولكن استغلاله بطريقة عقلانية تحافظ على المورد هذا للأجيال الحالية والأجيال القادمة لضمان الاستدامة. نعم أستاذ رمادة، وأيضا نتوقف عند أيضا تتحدثون على هذا الأثر الاقتصادي المهم الذي سوف يدفعه ويشكله هذا المشروع من خلال خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة بمدينة تندوف، وأيضا الاكتفاء الذاتي الذي دائما تسعى الجزائر لتحقيقه إلى جانب الحليب أيضا القمح، وذلك أيضا بالنسبة للبقوليات التي سوف يتم إنتاجها من خلال هذا الشركة الإيطالية التي تتعاقد مع الجزائر، وهي شركة بونيفيكي فيراريزي كما تذكرون الأستاذ، وهي أيضا المصنفة في بورصة ميلانو، وأيضا تدخل ضمن خطة ماتي التي نتحدث عنها المخصصة للدول الإفريقية بقيمة إجمالية للاستثمارات تقدر تقريبا بستة ملايير دولار. أستاذ لو نتحدث ونتوقف أظن عند نقطة مهمة جدا هي متعلقة بحسن اختيار الشريك الأجنبي في هذا النوع من الاستثمارات الكبرى التي تسعى إليه الجزائر. طبعا الاستثمارات الكبرى هذه يعني واجبة في المناطق الصحراوية، لأن المناطق الصحراوية تزخر بمقومات وبوتنسيال كبير، خاصة من ناحية المناخ، من ناحية التربة، والمصدر الرئيسي والمنبع الرئيسي اللي هي المياه، المورد الرئيسي لنجاح أي مشروع فلاحي. والشركات الإيطالية معروفة يعني بالتطورها التكنولوجي الكبير، وراح تكون يعني راح تساهم هذه الشراكة
هذه الجزائريه الايطاليه، وعندنا تاريخ يعني مع التاريخ دائما ما كان عندنا اي ازمات مع الشريك الايطالي في مختلف القطاعات، وفي القطاع الفلاحي تقريبا اول تجربه لهذه الشركات الايطاليه، واللي مادام نجحنا في القطاعات الاخرى مع الشريك الايطالي اللي دائما اثبت مصداقيته في كل استثماراته في الجزائر، راح ان شاء الله نستبشر خير في القطاع الفلاحي ويكون نجاح كبير، خاصه بالنسبه لنقل التكنولوجيا للمستثمرين المحليين، باش تكون يعني تحقيق طفره نوعيه في المردوديه، زياده في الانتاج، وهذا طبعا الهدف منه تحقيق الامن الغذائي، واللي هو يعني مرتبط ارتباط وثيق طبعا بالامن القومي، لانه الامن الغذائي، الامن المائي، الامن الطاقوي كلهم مرتبطين بالامن القومي للبلد. ما يكون الا هذا الاستثمار هذا الا عنده يعني اثار اقتصاديه وبيئيه واجتماعيه، وخاصه اجتماعيه المناطق الصحراويه هذه، منطقه تيميمون يعني كانت نوعا ما في فترات سابقه كانت هذه المناطق مهمشه نوعا ما من ناحيه الاستثمارات، ونلاحظوا مؤخرا منطقه اضرار استفادت من مشروع بلدنا، منطقه تيميمون استفادت من مشروع ماتي افريقيا، والمناطق الاخرى ايضا راح تكون شراكات كبرى. هذه المشاريع الكبرى مهمه ومهمه جدا للدفع بالتنميه الفلاحيه والتنميه الاقتصاديه بشكل عام، ولكن ما لازمش ايضا ننساو الاستثمارات المتوسطة والاستثمارات الصغيرة اللي هي مهمة، لأنها هي اللي تحقق توازن. إذا لازم نعطوا أولوية للاستثمارات الكبرى لأنها هي اللي تحققنا الاكتفاء الذاتي وتحققنا الأمن الغذائي، ولكن دون أن ننسى الاستثمارات المتوسطة والصغرى، لأنه لازم نمشوا منطقين، منطق الحماية، حماية الموارد، ومنطق الإنتاج، وما يقدرش يكون يعني عندنا إنتاج بدون ما نحافظ على الموارد، وهذه تكون بالتوازن هذا ما بين المستثمرات الكبرى، المستثمرات المتوسطة، والمستثمرات الصغيرة، كما كان أجدادنا يعني بالنظام الواحاتي المعروف في منطقة تيميمون اللي هي معروفة منطقة قرارة المناطق الطبيعية. هناك في المناطق الصحراوية عندنا أكثر من 14 منطقة طبيعية، منطقة الزيبان، منطقة السوف، منطقة تيدي كيلت، منطقة قرارة، كل منطقة وعندها خصوصياتها وعندها يعني تجارب محلية اللي كانت ناجحة، لأنه أجداد أجدادنا كانوا يمشيوا بمنطق المحافظة على البيئة قبل الإنتاج. إذن لازم نتبعوا هذا المسار نتاع أجدادنا باش تكون عندنا ديمومة واستدامة في تحقيق الأمن الغذائي. نعم أستاذ بومادة. أستاذ فتح خننو، أستاذ بومادة يتحدث على هذا البعد الاقتصادي الاستراتيجي الذي يجسده هذا المشروع المهم بالنسبة للجزائر، ولنتوقف أيضا في نقطة مهمة متعلقة بعمق الدبلوماسية. المشاركة السياسية للسيد الرئيس كانت مميزة في الجي 7 في إيطاليا، والدليل على ذلك هو هذا المشروع الضخم الذي سوف تستفيد منه الجزائر، وبالتالي حتى منطقة تيميمون الصحراوية التي سوف تحرك عجلة الاستثمار في هذه المنطقة من جهة. لو نتحدث أستاذ ونقف عند هذا البعد، بعد المشاركة السياسية للسيد الرئيس في هذا النوع من اللقاءات، أي نعم الجزائر كانت ضيف شرف، لكن النتيجة هنا النتيجة ملموسة وهذا الاتفاق الاستراتيجي. صحيح، هذا سؤال مهم فاطمة الزهراء. حقيقة أولا في الشق الأول لسؤالك، أنه مشاركة السيد رئيس الجمهورية في قمة جي 7 في إيطاليا كانت نوعية بكل المقاييس، وربما تعكس أيضا مستوى النشاط الدبلوماسي للجزائر. اثنين، مستوى الانتشار ايضا. اليوم الجزائر اصبحت يعني فاعل مركزي محوري في منطقتها، ودولة يعترف بها يعني، وحتى دعوة السيد رئيس الجمهورية كضيف شرف الى هذا اللقاء العالمي الذي يجمع كبريات الدول الصناعية التي تشكل يعني ارقام خيالية للاقتصاد العالمي، يعني لم يكن بصورة يعني عادية، وانما لمركزية الدولة الجزائرية في حد ذاتها ايضا، وقدرتها ايضا على إدارة مختلف الملفات خاصة في فضائها الإفريقي وفضائها المتوسط أيضا الذي يتقاطع مع الدول الأوروبية والدول الكبرى. إذن زيارة الرئيس كانت زيارة قوية جدا، وكانت أيضا أدار حتى اللقاءات التي أدارها مع كبار الشخصيات العالمية والرؤساء على مستوى الدول كانت يعني بحكمة وعقلانية، وتبين أيضا تصوراته الكبرى تجاه السياسة الخارجية. رئيس الجمهورية أدار ملف السياسة الخارجية لتحقيق المصالح الوطنية الجزائرية بكل حكمة وبكل اقتدار، هذا مستوى. المستوى الثاني بأن الجزائر في ذلك المنتدى الذي قبل أسبوع في إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي وقعت اتفاقا استراتيجيا مع إيطاليا في هذا المجال، هي الدولة الوحيدة، وهذا اتفاق استراتيجي مهم جدا لأنه قيمته حوالي 420 مليون دولار، مثل ما أشار الأستاذ قبل قليل يتربع على حوالي 39 ألف هكتار في تيميمون،
ويعكس ايضا بعدا يهتم به السيد رئيس الجمهوريه وهو كاولويه، وهو الامن الغذائي. نعم. في مجال الحبوب والبقوليات ومجال الصناعات الغذائيه، ولايطاليا ايضا تجربه في هذا المجال يمكن الاستئناس بها، لانه اذا لاحظت فاطمه الزهراء بانه العلاقات الجزائريه لايطاليا تاريخيا لديها مسارات تسير في اطار مسارات، احدى المسارات التي يمكن الاستئناس بها والاستفاده منها هو النشاط على مستوى الشركات الصغيره والمتوسطه، لان لها تجربه رائده في اوروبا. اليوم نتكلم على ايطاليا كثالث اقتصاد في منطقه اليورو وثامن اقتصاد على المستوى العالمي، وبالتالي يمكن للجزائر انها تستانس بهذه التجربه في مجال التنميه لخدمه الاقتصاد الوطني مع دوله محوريه ايضا في اوروبا ودوله لديها علاقات استراتيجيه قويه جدا مع الجزائر. اذا رئيس الجمهوريه ايضا في ترتيب اولوياته لاحظوا بان الامن الغذائي يحظى باولويه كبيره جدا، وقعنا اتفاق بقيمه 3.5 مليار دولار مع شريك استراتيجي ايضا وهو قطر، اليوم مع شريك استراتيجي اللي هو ايطاليا، علاقات نموذجيه مع ايطاليا، وكل هذه الامور سوف تنعكس على مستوى الاقتصاد الوطني. لا ننسى ايضا من زاويه اخرى بانه هنالك ازيد من 200 شركه ايطاليه تنشط على مستوى الجزائر، وهذه كلها تعود على مستوى الشراكه الاستراتيجيه المبنيه ما بين الجزائر وما بين ايطاليا. اذا الزياره التي قام بها السيد رئيس الجمهوريه حصادها كان حصادا مفيدا جدا على المستوى الاستراتيجي والامني، على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وكذلك على المستوى الاقتصادي الذي هو بعد اساسي في تحريك قدرات الجزائر التي تتحرك اليوم بصوره كبيره وتستعد لان تكون قوه واعده على مستوى المنطقه. ذكرت قبل قليل بانه الاقتصاد الجزائري اليوم هو ثالث اقتصاد في افريقيا. نعم. نشاطه ونموه مشهود له من قبل المنظمات الدوليه، نتكلم على تقارير صندوق النقد الدولي الى اخره، وبالتالي هذه كانت فرصه وسانحه لتعزيز العلاقات الاستراتيجيه ما بين البلدين التي اصبحت نموذجيه بكل مكان. اوردتم نقطه مهمه جدا. نعم. متعلقه بتحقيق الاكتفاء الذاتي. صحيح. والامن الغذائي. صحيح. الذي يعتبر جزء مهم جدا في تحقيق الامن القومي. الجزائر والسيد الرئيس من خلال كل القرارات، ونحن راينا وتابعنا هذه الديناميكيه المتعلقه في المجال الاقتصادي، كيف ترى استاذ انه كل هذه الاستراتيجيه اظنها المدروسه والدقيقه. صحيح. والمقاربه الصحيحه تقريبا في وحتى ترتيب الاولويات. نعم. دائما تسعى الى تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي حتى ايضا نحقق امننا القومي. صحيح. العلاقه بين صحيح ممتاز تغيرين. ملاحظه مهمه جدا فاطمه الزهراء، لانه احد ابعاد الامن القومي للدوله اليوم هو الامن الغذائي، والدراسات التجارب المقارنه نجد بان الدول التي تتطور مثل ما يحصل الان في الجزائر دائما تركز على ملفات معينه. لابد من ترتيب الاولويات، لانه الاولويه الان في رايي تتعلق باولويتين اساسيتين هما الامن الغذائي والامن المائي. نعم. لذلك نجد بانه كل نشاط الرئيس الجمهوريه خاصه في اجتماعات مجلس الوزراء مثلا تركيزه كله على القطاع الفلاحي، على قطاع الزراعي، ولاحظنا في هذا الموسم ايضا كيف انه يعني في اضرار وفي موسم الحصاد راينا ايضا انه كيف القطاع الزراعي القطاع الفلاحي قدم قيمه مضافه مهمه جدا بالنسبه للاقتصاد الوطني وبالنسبه لتحريك الاستراتيجيه الوطنيه الجزائريه، وبالتالي ضمان الامن الغذائي في حدود 2030 مثل ما سترسم له استراتيجيه في هذا السياق هو ضمان ايضا للامن القومي للدوله، لذلك كل الجهود الوطنيه في برامج السياسه العموميه في الدوله في الحكومه لدى التصورات الكبرى بالنسبه للسيد رئيس الجمهوريه كلها مرتكزه، ونقطه ارتكازها الاساسيه هي الامن الغذائي. نعم. لذلك حتى الشراكه الاستراتيجيه مع ايطاليا مع قطر كلها مبنيه على هذه الاسس لانها الضمان الحقيقي لتحديد محددات الامن القومي للجزائر الذي يعتبر الامن الغذائي احد ابعاده الاساسيه. نعم، احد الابعاد الاساسيه هو الامن الغذائي. استاذ بوماده، حتى نحقق هذا الامن الغذائي بالنسبه للجزائر الاكيد بانه فيه نقاط متعلقه في حاله يعني تم الامضاء على كل هذه الاتفاقيات، وايضا هو اننا هذه الشراكه استاذ بوماده تجسد ايضا الانتقال من الانتاج الفلاحي الى الصناعات الغذائيه من جهه، وايضا توطين التكنولوجيا. الجزائر لا تكتفي فقط بجلب الاستثمارات الكبرى الاجنبيه، انما تحاول ايضا أن تحسن من مناخ الاستثمار والاستفادة أيضا من الشريك الأجنبي في هذه النقاط. ما رؤيتكم أستاذ بالنسبة لهذه الاستراتيجية عفوا؟
شكرا، سؤال مهم، وباش نجاوب على السؤال لازم نعرفوا اولا ما هو الامن الغذائي، لانه من خلال تعريف الامن الغذائي اللي تعرفه المنظمات العالميه خاصه منظمه الافاو ومنظمه الزراعه والتغذيه، تعرف الامن الغذائي على اساس انه هو ضمان يعني امدادات غذائيه كافيه ومتوازنه للساكنه على مدار السنه، ويرتكز على اربع ركائز اساسيه. الركيزه الاولى والمهمه هي زياده الانتاج والانتاجيه بزياده المردود في الهكتار مثلا بالنسبه للحبوب او الزياده بالنسبه للمنتجات الحيوانية، زيادة الإنتاج إلى آخره. والركيزة الثانية هي ضمان الأسعار، هي ما يكفيش أن يكون عندك إنتاج كبير ومردودية عالية ولكن الأسعار غير متاحة للمستهلكين. أيضا في الركيزة الثانية البنية التحتية، لأنه ما يكفيش أن يكون عندك إنتاج كبير وما عندكش مثلا مسالك فلاحية لإيصال هذا المنتوجات وهذا المردودية العالية من المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق. إذا هنا وجب الاستثمار أيضا في البنية التحتية من خلال المسالك الفلاحية، من خلال الطرقات، من خلال السكة الحديدية، من خلال الصناعات التحويلية، وهذا في موجود في الاتفاقية مع الشريك الإيطالي. لأنه لما يكون عندك إنتاج كبير، شاهدنا مؤخرا مثلا في منطقة ورقلة كان إنتاج كبير من الشمندر السكري، وكان يعني حلقة ناقصة اللي هي الصناعات التحويلية بالنسبة للمصانع تحويل السكر هذا، وتدارك هذا الأمر هذا، وشفنا باللي كاين مشاريع مستقبلية إن شاء الله صناعة تحويلية بالنسبة للسكر. أيضا بالنسبة للركيزة الثانية كنا ضمان الأسعار والبنية التحتية من طرقات، من شبكات السكة الحديدية إلى آخره. الركيزة الثالثة واللي هي مهمة أيضا التغذية السليمة، جوانب التغذية السليمة، لأنه لما يكون عندك إنتاج كبير ولكن ما عندناش بالنسبة للمواطنين تغذية سليمة وتبذير في الاستهلاك إلى آخره، وكأنما ما عملناش شيء. إذا هناك لازم تكون حملات توعوية خاصة بالنسبة للتبذير الخبز إلى آخره، الاستهلاك الغير صحي إلى آخره. أيضا من بين ركائز الأمن الغذائي ضمان التغذية السليمة. نعم، والركيزة الرابعة للأمن الغذائي هي ضمان استقرار هذه الركائز على مدار السنة بضمان الاستدامة، لأنه ما يكفيش تكون عندك استقرار على مدار سنة ولكن السنة اللي من وراها سنة جفاف أو سنة ما يكونش فيها يعني تساقط الأمطار، إلا راح تكون نقص في المردودية ونقص في الإنتاج اللي تأثر طبعا الأمن الغذائي. إذا باش يكون عندنا أمن غذائي لازم هذه الركائز كلها تكون متواجدة. وهذه طبعا الحمد لله يعني المناخ الاستثماري حاليا يسمح لكل المستثمرين. وبالنسبة مثلا شاهدنا التعهد السيد الرئيس بالنسبة للمستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في مصانع الزيوت أو تحويل الشمندر السكري أو الحليب إلى آخره، يعني مواد الاستهلاك الواسع، يعني الدولة تعاون المستثمر هذا إلى أتمولوا أكثر من 90%، وهذا يعني مش موجود في مناخات أخرى استثمارية في دول العالم. إذن هنا هذا تشجيع للاستثمار طبعا باش يكون تكامل ما بين الإنتاج والصناعات التحويلية. نعم أستاذ بومادة. أستاذ فتح، خلنا حتى نختم هذا النقاش لبس نتوقف أيضا عند نقطة لا تقل أهمية على النقاط الأخرى التي أثرناها في النقاش، وهو تعادم دور ولايات الجنوب الجزائري في الإنتاج الزراعي. الصحراء الجزائرية تتحول اليوم من صحراء قاحلة إلى سلة غذاء الجزائر. ما رأيكم أستاذ في هذه المقاربة التي تعتمد عليها الجزائر والمقاربة الجديدة؟ صح، هي مقاربة مهمة جدا وحكيمة أيضا، لأنه مثل ما أشرت سابقا بأنه لابد من ترتيب الأولويات، وترتيب الأولويات يبدأ بالأمن الغذائي للدولة. الأمن الغذائي للدولة هو كل شيء، هو الذي سوف يرفع من الاقتصاد الوطني، هو الذي سوف يعزز من الأمن الوطني للدولة، هو الذي سوف يعزز من مكانة الدولة. ولاحظنا أيضا أن الولايات الجنوبية لإنتاج الوفير على مستوى هذا الموسم يعكس بأن الجزائر يعني هي بلد الخير ولديها إمكانيات كبيرة جدا يمكن توظيفها والاستثمار فيها للنهوض بها عن طريق يعني الاهتمام بهذه السياسات العامة الزراعية الفلاحية، الاعتماد على تكنولوجيا جديدة ومهمة، تنويع الشراكات الاستراتيجية مع كل الشركاء والفاعلين الإقليميين والدوليين الذين لديهم خبرة في هذا المجال لجعل الجزائر قطب امتياز في هذا المجال. وبالتالي ترتيب الأولوية الآن
نقطة الارتكاز الأساسية لمستقبل الجزائر ينطلق من ضمان الأمن الغذائي للدولة في حد ذاتها. نعم أستاذ، وأيضا تحقيق التوازن بين كل مناطق والولايات الوطن الجزائري وإعطائها هذه الأحقية أيضا في التنمية. أكيد أكيد أكيد، لأن التنمية أحد أبعادها الأساسية مبنية على التوازن. نعم. يعني الشمال مع الجنوب، الغرب مع الشرق إلى آخره، وهذه المقاربة ينبغي تفعيلها لتحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة على مستوى الوطن. ويمكن أيضا الذهاب في مستقبلا إلى ما نطلق عليه أيضا نحن في الدراسات المرتبطة بهذا الموضوع بالتخصص، يعني يمكن أن نخلق قطب زراعي في الجنوب، قطب صناعي في الشمال، نعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة، على الستارت اب. يعني الجزائر يعني لديها كل الإمكانيات والقدرات من أن تكون اقتصادا قويا على مستوى إفريقيا، وهو ثالث اقتصاد على مستوى إفريقيا يمكن أن يتدحرج بصورة جيدة إلى الاقتصاد رقم واحد، لأنه كل الإمكانيات متوفرة والإرادة موجودة أيضا. لما نلاحظوا اليوم الإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية بتحويل الجزائر في حدود 2027 إلى دولة ذات اقتصاد مبني على أسس صحيحة، في اعتقادي بأننا لسنا بعيدين عن هذا المسار. نعم، والخطط الاستشرافية تعكس هذا. أستاذ فتح منو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك أستاذ فتح على حضورك معنا وعلى كل هذه المعلومات، وشكرا موصول لك أنت أيضا أستاذ دكتور عبد البسط بومادة، خبير في الاقتصاد الزراعي، كنت معنا مباشرة من محطة ورقلة. إذن مشاهدينا الكرام، نتحول بكم الآن مباشرة إلى الملف بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، إذن في الملف لا يختلف اثنان عن الدور الريادي الذي تلعبه المرأة الجزائرية والمكانة المرموقة التي أضحت المرأة الجزائرية تشغلها سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية. المرأة القيادية الجزائرية شريك ضمن المشروع المؤسساتي للجزائر. إذن نسلط الضوء في عددي اليوم على هذا الدور، وأسعد باستضافة الأستاذة الدكتورة نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك أستاذة. سعيدة جدا بهذا اللقاء معك، خاصة في موضوع أجده مهمة جدا باستضافتك لي حرائر الجزائر. مرحبا بك أستاذة. كما نسعد أيضا من بين حرائر الجزائر أن نستضيف بها السيدة سعاد بروال ربيحة، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي. مرحبا بك سيدة بروال. مرحبا بكم، يسرني جيدة جدا أن ألتقي بكم في هذا البلاتو المميز، وهذه فرصة لكي تبرز المرأة الريادية والقيادية في الجزائر عبر هذه المنصات المباشرة. مرحبا. كما أسعد أيضا باستضافة السيدة زليخة خوني، رئيسة جمعية أنامل للمرأة الريفية بخنشلة. مرحبا بك سيدة زليخة. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، ويعطيكم الصحة على هذا الموضوع الحساس الذي سيبرز حقا دور المرأة القيادية الجزائرية. مرحبا بكم سيداتي، وشكرا لكم لتلبية دعوة برنامج الجزائر مباشر. أستاذة نبيلة، أستهل النقاش بك حتى نضع المشاهد الكريم في صورة ملفنا اليوم، هذا الموضوع المهم المتعلق بالمرأة القيادية في الجزائر. بداية نتحدث على الترسانة القانونية المهمة التي وضعت من أجل تمكين المرأة الجزائرية على كل المستويات السياسية الاقتصادية، بدءا بالدستور الجديد 2020، وأيضا القوانين المتعلقة بهذا الأمر، وأيضا في المجالات الاقتصادية. فعلا يعني الموضوع جد مهم، خاصة فيما يتعلق بالمرأة القيادية. لماذا لم يكن الموضوع المشاركة السياسية للمرأة فقط، لكن المرأة القيادية بمعنى المرأة التي تميزت في أدائها، كان سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. وهذا الموضوع أعتقد حتى الدستور أعطاها الدعم في هذه المسيرة كما قلت السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بموضوع المناصفة. بعدما كانت القانون أو القانون القوطة الذي يتحكم في هذه المشاركة إن صح التعبير في كل المؤسسات أو في كل القطاعات، أصبحت موضوع المناصفة، حتى كلمة المناصفة في حد ذاتها ليس كما نفهمها بما
بمعنى 50-50 وفقط، وإنما المناصفة هو تفعيل الإنصاف لدور المرأة في كل القطاعات والاعتماد على الكفاءة وطبعا كفاءة المرأة في كل المجالات. لذا عندما نتحدث عن المرأة القيادية بمعنى المرأة الواعية بدورها من الأسرة إلى المجتمع، لأنه إذا نتحدث عن التمكين الاجتماعي للمرأة وهي قائدة بمعنى وهي أم وهي معلمة وهي مهندسة وهي اقتصادية وهي صحفية كذلك وأستاذة وقاضية إذن نبحث عن التميز في هذه المرأة، في وعيها، في أداء دورها. يعني عندما نتحدث عن المرأة الاقتصادية فهي تنظر إلى أهم التحديات التي تنتظر الجزائر، ما هي هذه التحديات، ما هي هذه الرهانات التي مطالب بأن تكون المرأة رائدة قائدة في مجال جد مهم ويعتبر عصب الحياة بالنسبة لمؤشرات قوة الدولة الجزائرية. إذن خاصة وأن هنالك مقاربات يعني تعتمد عليها أو اعتمدت عليها الدولة الجزائرية فيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي، الانتعاش الاقتصادي، الأمننة الاقتصادية بمفهومها، تعلق الأمر بالأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الأمن الاقتصادي. ماذا ستقدمه المرأة الاقتصادية الرائدة في هذا المجال؟ نفس الشيء بالنسبة للنساء اللواتي هن في المنظمات والجمعيات، خاصة اليوم كما أشرت إلى موضوع الدستور، يعني استحدث دستور 2020 للهيئات الاستشارية من بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، نرى فيه أيضا تمثيل مهم جدا بالنسبة للنساء القياديات في هذه الهيئات الاستشارية. نعم الكثير، مثلا بالنسبة للمرصد الوطني للمجتمع المدني هناك يعني النساء رائدات في الجمعيات الخيرية والجمعيات الأخرى، كانت اقتصادية أو اجتماعية أو كذلك ثقافية، وأثبتن جدارتهن عن استحقاق في إطار يعني بعث انشغالات هذه الفئات المختلفة. كانت الانشغال للمرأة الجزائرية أو للشاب الجزائري أو كل الفئات، كل شرائح المجتمع. إذن حتى بالنسبة اليونسكو أعتقد في سنة 2021 صنفت الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد المهندسات على المستوى العالمي. إذن هذا عندما نتحدث عن المهندسة بطبيعة الحال نتحدث عن المرأة الرائدة في هذا المجال. والهندسة هي مجالات مفتوحة ومتعددة، قد تكون مهندسة في القطاع الفلاحي أو في القطاع البنائي أو غيرها من أنواع هذه أيضا الهندسية. من بين الأمثلة التي فرضت فيها المرأة القيادية الجزائرية نفسها، أتحول إليكم سيدة سعاد بروال في الحديث عن هذا الدور المتنابي بالنسبة للمرأة الجزائرية. أنتم رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي، الأكيد بأن لديكم خبرة كبيرة جدا فيما يخص الجانب الاقتصادي. الجزائر تعول على كل أبنائها، على سواعد كل أبنائها، من بينها المرأة أيضا الجزائرية القيادية التي فرضت نفسها في المجال الاقتصادي. اليوم نحصي العديد من سيدات رجال سيدات الأعمال، صاحبات المشاريع الكبرى، والتي تساهمنا بخبرة كبيرة جدا حكمة أيضا في هذا المجال. لو تحدثينا عن تجربتكم وتجربة المرأة الجزائرية في المجال الاقتصادي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات هي نقطة جد جد مهمة، وخاصة لما أقول المرأة القائدة أو المرأة الريادية في مجال في المجالات المتعددة الخاصة بالاقتصاد. نأخذ على سبيل المثال كرئيسة فيدرالية، يعني دخلت هذه التجربة يعني بصعوبة، يعني ليست بتجربة سهلة، ولكن تجربة جد صعبة. أول قبل كل شيء، قبل ما أكون رئيسة فيدرالية
لي خبرة تقريبا 35 سنة في الميدان المقاولاتي، يعني دخلت على عدة قطاعات اختصاصات في المجال الاقتصادي كسيدة أعمال وكمسيرة. سيدة سعاد، مشاهدينا الكرام نواصل نقاشنا. كنت أتحدث معك سيدة سعاد عن تجربتكم الخاصة المتعلقة بنشاطكم في المجال الاقتصادي ومساهمة المرأة الجزائرية في الإقلاع الاقتصادي بالنسبة للجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك على هذا اللقاء المهم. مرحبا. بالنسبة للفيدرالية بصفة عامة، يعني لاحظنا أنه مؤخرا المرأة الجزائرية أصبحت تهتم كثير بالمجال الاقتصادي والمجال القيادي، خصوصا في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة لاحظنا أنها ساهمت كثير المرأة الجزائرية في المجال التنموي، وليس فقط المجال التنموي بل في المجال الاقتصادي، في تطوير الاقتصاد محليا ودوليا. أتكلم شوية على الخبرة. قبل ما أكون رئيسة فيدرالية، نعم، كان عندي خبرة يعني تقريبا 35 سنة، يعني ساهمت كثير في المجال الإلكتروني. عملت كمقاولة، كانت عندي شركة مقاولات وشركة أمن الجزائر يعني الخاصة بالمجال الإلكتروني والأمني والرقمنة بصفة عامة. ممتاز. أغتنم الفرصة لكي أذكر هذا المشروع، كان من أهم المشاريع التي صرحت به الدولة في سنوات 1998، وكنت أول شركة قدمت ملف الرقمنة التي أدخلت الرقمنة إلى الجزائر. بدأنا برقمنة البطاقة البيومترية ودخلنا على عدة، يعني عن طريق البطاقة البيومترية حاولنا أنه نطبق هذا التقنية على الإدارة، على الاقتصاد، على كل ما يتعلق بالإنتاج والاقتصاد، ويعني كل المجالات المختصة التي تتدخل في الاقتصاد والإدارة بصفة عامة. منذ ذلك الوقت يعني طورت الشركة وأصبحت شركة مقاولات وأمن في نفس الوقت. بعد هذا المشروع هذا دخلت على العلاقات الدولية وسافرت إلى الخارج وعملت بعض التكوينات وأخذت ماجستير مهني في العلاقات والاقتصاد. نعم. الاقتصاد والعلاقات الدولية. نعم. فمنذ ذلك الوقت أنا شرفت الجزائر، يعني أتشرف بنفسي أني شرفت الجزائر. طبعا. في المحافل الدولية، وكنت من بين العشر سيدات في الدول العربية المصنفة من أحسن سيدات أعمال في الدول العربية. ممتاز. وكان لي أني مثلت الجزائر في عدة محافل بحضور. وأيضا الأكيد أيضا سيدة سعاد، هذا البعد الذي نفتخر به جميعا نحن كجزائريات وجزائريين، أن الجزائر تقدم هذا الأمثلة الرائدة في مجال الاقتصاد، أنكم تكونوا من بين الرائدات في تطوير الاقتصادي. لكن فيما يخص رؤيتكم الآن، لديكم هذه الخبرة المتميزة حتى ترون هذا البعد واليوم الأمثلة الناجحة بالنسبة للمرأة الجزائرية في المجال الاقتصادي، اليوم ما هي رؤيتكم ونظرتكم الاستراتيجية بالنسبة لمساهمة المرأة في بالنسبة هذا المجال؟ بالنسبة للرؤية الاستراتيجية أو الاستشرافية للمرأة الجزائرية في المجال الاقتصادي، نلاحظ أنه المرأة الجزائرية ذهبت عملت شوط كبير خصوصا في السنوات الأخيرة، يعني أثبتت وجودها أنها تقدر تساهم في التنمية الاقتصادية محليا ودوليا. نعم. ونعتز بذلك أنه عدد كبير من السيدات الأعمال اللي رغم يشرفوا على عدة مصانع، عدة شركات يعني بطريقة ممتازة جدا، وتلقاي المرأة الجزائرية قائدة في العمل وربة بيت في نفس الوقت. نعم. وهي من أبرز المؤشرات التي تتكل عليها الدولة الجزائرية من بين الدول العربية. وعلى فكرة الجزائر، سيدات الجزائر بشهادتي أنهم في الخارج، يعني في الدول الأجنبية بيفتخروا كتير بالمرأة الجزائرية. نعم. لأنها مرأة محاربة مجاهدة، سيدة أعمال سياسية دبلوماسية،
وفي نفس الوقت مرأة منتجة، يعني تقدر تمد إضافة. نعم. المرأة الجزائرية الميزة اللي فيها أنها دائما تقدم إضافة. نعم. وإحنا كفيدرالية عندنا موجود في كأعضاء قياديات عدة سيدات أعمال، فيهم اللي بتسير يعني عندها شركات تسيير لوجستيكية يعني معروفة على المستوى الدولي. نعم. والمستوى المحلي، وفيه سيدات أعمال في الاقتصاد، أساتذة في الاقتصاد. ممتاز. في الجامعات، وفي سيدات أعمال خصوصا في مجال الحرفيين، نجد أنه عدد كبير من سيدات الأعمال من الحرفيات يريدون تطوير المجال الحرفي اللي وبالحديث يكون سيدة سعاد عن مساهمة. الحرفيات، أتوجه إليك سيدة زليخة، أيضا المرأة الريفية فرضت نفسها بقوة خاصة خلال السنوات الأخيرة، نرى مشاريع متعددة، نرى أيضا أنها أصبحت تساهم بصفة متميزة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب كونها ربة بيت أيضا فإنها تساهم بصفة متميزة. لو تحدثينا عن هذه التجربة المتعلقة بالمرأة الريفية، عن الأمثلة الناجحة للمرأة الجزائرية والتي عايشتها أستاذة زليخة. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك أختي على هذا الموضوع الهام. واليوم أنا هنا راح نقول لك مانيش عضو مرصد وطني، ما أني اليوم معك راني مرأة ريفية. مرحبا. ولنا الفخر يعني أنه أكون مرأة ريفية، لأنه جمعية أنا من المرأة الريفية، يوم ما حبينا نأسس هذا الجمعية ما جتناش الفكرة هكذاك، نخدمه في الريف، شفنا ماذا تستطيع المرأة الريفية أن تقدمه، لديها أنامل ذهبية تسحر بها العالم بمنتوجاتها الطبيعية. نعم. فأسسنا هذه الجمعية من أجل دمج المرأة الريفية في عالم السوق، دمجها في التنمية المحلية وتطوير المهنة تاعها والحرفة تاعها اللي راهي قاعدة تدير فيها، ولكن كانت تحتاج يد فقط تأخذها كي تحقق أحلامها. نعم. المرأة الريفية هي المرأة الولادة التي ولدت الدكاترة والمهندسين والمهندسات وكذا وكذا، وفي نفس الوقت هي تلك المرأة الشجاعة التي اعتمدت على نفسها ومن أجل تطوير نفسها. نعطيك مثال، المرأة الريفية لما تجي فكرة في رأسها ما تقولكش أنا ما عنديش مبلغ المال ما نقدرش ندير هذا المشروع. بمئة ألف المرأة الريفية تدير مشروع تنموي مستدام. المرأة الريفية بالحطبة هذيك اللي تهزها تقدر تدير يعني مشروع نتاع طهية الخبز الدار، وخبز اللي تبيعه في الفنادق واللي تبيعه في المطاعم الكبرى. وهذه يعني تجربة المرأة الريفية الموجودة وطنيا. نعم. أنا يعني كتجربة أنا من المرأة الريفية من ولاية خنشلة، الحمد لله درنا 6 مشاريع في إطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني للمرأة الريفية، وراهي متواجدة في الميدان، حاولنا نطورها ونذهب بها إلى بعض المدن الجنوبية. أستاذة زليخة، أثرت نقطة مهمة جدا، أظن بأن لابد أن نستوقف عندها، هي الاقتصاد الاجتماعي، هي تقريبا مصطلح جديد يدخل الاقتصاد الجزائري، وأيضا أظن بأن المرأة الريفية هي تعتبر الحلقة الأساس في تحريك هذا الاقتصاد الاجتماعي. نعم، هو أنا أشاطرك الرأي في جزء، هو الاقتصاد الاجتماعي التضامني ليس جديدا على الجزائر، إنما هو قديم جدا، وكنا احنا نقول التويزة، وكنا نقول عارف حركية أما هو فقط الاسم واضحة. نعم. الاسم تغير من يعني تطور كما تطور التكنولوجيا. نعم. المرأة الريفية هي الحلقة المهمة جدا، لأنه في الأرياف ما زالت الناس تتضامن في أعمالها وتتضامن في مشاريعها وتتضامن مع بعضها البعض من أجل إنجاز المشاريع، لذا هي حلقة مهمة للمرأة الريفية. نعطيك مثال، في ريف بومرداس مرأة الريفية دارت مشروع من عود الكروم، يعني. نعم. عندها كروم اللي هي العنب، الجارات والجيران عجبهم ولا تقطع من العنب وتغرسوا تصبغ، وأصبحت أكبر منتجة للكروم في ولاية بومرداس، في ريف بومرداس. نعطيك مثال، في جانيت، جنوب جانيت، في منطقة اسمها تهابور، منطقة فقيرة جدا. نعم. امرأة صنعت مشروع من الحجر، وهو حجر الكحل، يعني ولا يتباع حتى هنا في الجزائر. نعم. العاصمة. نعم. نعطيك مثال، في ولاية خنشلة امرأة من دجاجة أصبحت أكبر ممولة تاع دجاج الريف والبيضة تعريف. هنا المرأة الريفية في كل الوطن في حيث موجودة، أمثلة تقريبا من كل ربوع الوطن، في كل الجزائر. نعم. هناك امرأة ريفية. نعم. يعني الجزائر عامة في كل منطقة فيها امرأة ريفية، ولكن
تختلف ما الذي جعلنا حتى نعطي بعد عمق آخر بالنسبة لنقاشنا، ما الذي حفز المرأة الريفية للوصول إلى هذه النتائج المميز؟ شكرا لك على هذا السؤال، يعني اللي هو مهم جدا. أولا ما حفزها هو اهتمام الدولة الجزائرية والسلطات بالمرأة الريفية. الحمد لله رئيسنا السيد عبد المجيد تبون أعطى قيمة للمرأة الريفية وأعطاها برامج دعم تخليها ما تخممش أنها ما عندهاش كيفاش تبدأ، وثاني أعطاها مكانة أنه توجه كل المشاريع الفلاحية توجهت إلى الريف وتوجهت إلى المرأة الريفية. وهناك ثاني عامل آخر وهو مهم جدا، هو توفير الغاز وتوفير الماء وتوفير الطرقات اللي كانت المرأة الريفية كانت تعاني باش تتنقل من الريف إلى المدينة من أجل بيع منتجاتها، من أجل اقتناء بعض المواد اللي تخدم بها المنتجات. أصبح الطريق موجود، أصبحت الكهرباء موجودة، أصبح الغاز موجود، هنا وجدت تسهيلات كبيرة جدا. وأيضا تحيين المشاريع الكبرى مع دور المرأة الريفية، نجد مثلا مشروع السد الأخضر الذي سوف تلعب فيها المرأة الريفية دور مهم جدا من خلال إنتاج الثروة أيضا. نعم، وكجمعية أنا من المرأة الريفية نحن يعني عضو في مراقبة يعني السد الأخضر. السد الأخضر هو السياسة التي جاء بها السيد الرئيس دائما، هي سياسة رائعة، خاصة أنه اختار أشجار مثمرة. نعم. كان في الماضي السد الأخضر يحتوي على الصنوبر وكذا وكذا، ولكن الآن تبدل السياسة إلى أشجار مثمرة لتخلي المرأة الريفية والفلاح يهتم بها. لو كانت أشجار غير مثمرة الفلاح يقول لك ما عندي ما ندير بها. نعم. ما عندوش ثقافة البيئة وعنده ثقافة الإنتاج ويبيع المنتوج. والآن هذه السياسة جعلت اهتمام المرأة الريفية أنها تصبح تبيع زيت الزيتون، تصبح تبيع كما نقولوا احنا الخروب، تصبح يعني. نعم. أصبحت سياسة السد الأخضر هو سد إنتاجي. نعم. أيضا وهذه من بين النقاط أستاذة نبيلة بن يحيى، المرأة الجزائرية التي فرضت نفسها في كل هذه المجالات، والربط أيضا بين عمل ومجهود المرأة الجزائرية مع المشاريع الكبرى. هناك دراسات عالمية قد صنفت وأبرزت الكفاءة العالية بالنسبة للمرأة في التفاوض وأيضا القدرات على إدارة الصراع والأزمات. وهنا الجزائر مؤخرا خلال تم يعني الحديث على إدراج موضوع المرأة والسلم والأمن الذي هو يعتبر من بين الأولويات خلال عضوية الجزائر بمجلس الأمن الدولي. هنا المرأة الجزائرية متواجدة على كل المستويات حتى الدبلوماسية والمنابر العليا. فعلا يعني المرأة اليوم لم تعد حبيسة تلك الذهنيات التي تم بطريقة أخرى عرقلت مسار المرأة في لحظة من الزمن، لكن اليوم هي متواجدة في كل القطاعات. وأشرت إلى أهم قطاع وهو القطاع السياسة الخارجية، تحديدا الدبلوماسية الجزائرية. إذن فيه الخريجات متمكنات في هذا القطاع في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكذلك الإدارات المحلية. إذن المرأة اليوم باتت ترافع عن أهم القضايا التي تخص الجزائر، وكذلك تخص مثلا القضايا العادرة على رأسها القضية الفلسطينية. نعم. بدليل أن هنالك الكثير من النسوة داخل البعثات الدبلوماسية، ولو أننا لم يسلط الضوء عليهن بصورة يعني واضحة، لكنهن موجودات يرافعن من أجل الثقافة يعني الجزائرية، من أجل كذلك القضايا المهمة، القضايا الكبرى المهمة كان على الصعيد الإقليمي وكذلك الدولي. إذن في اعتقادي حتى على هذه البلاطوهات هناك الكثيرات ممن هن واليوم نحن موجودات على هذا البلاطو، ليس فقط في هذه المرة ولكن عدة مرات تحدثنا عن الأدوار المهمة التي تقوم بها الجزائر في تفعيل الكثير من القضايا السياسية والدولية والإقليمية والمقاربات التي تقوم بها أو صاغتها الجزائر على المنابر الدولية، سواء تعلق الأمر في العلاقات الثنائية والعلاقات المتعددة الأطراف، كان مع المنظمات الإقليمية ومع المنظمات الدولية. والجزائر متواجدة تقريبا في كل هذه المنظمات. نعم. كانت إقليمية أو دولية، و بالتالي المرأة اليوم أصبحت تصنع الحدث، كان سياسيا اقتصاديا اجتماعيا عفوا. واليوم عندما نتكلم أو نتحدث عن المرأة القيادية، فتلك المرأة التي
تملك مهارات معينة. نعم. مهارات تحدثت عنها السيدة اليوم في الإطار الاقتصادي، والمهارة الثانية في تتعلق بالمرأة الريفية. لماذا المرأة الريفية تحديدا؟ لأنه نعم. سياسة الدولة اليوم تسعى إلى فك العزلة الاجتماعية وكذلك الاقتصادية عن الريف، ما يسمى بمناطق الظل، خاصة أن الجزائر من الاستقلال 62 إلى هذه المرحلة شهدت هجرات كثيفة من الريف إلى المدينة، فتم بطريقة أخرى يعني محو الهوية الحقيقية للريف. لذا كانت هذه السياسات الاقتصادية هي انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار للريف عموما وللمرأة تحديدا. لا يوجد مرأة في الريف لا تملك مهارات معينة، سواء في الصناعات النسيجية، في الزراعة، في الحصاد. أيضا أستاذة نبيلة، يعني هي الذهنيات أيضا التي تغيرت، وإعطاء أيضا الكلمة الحقيقية بالنسبة للمرأة. سابقا كانت المرأة تقريبا نجدها أكثر شيء في أكبر نسبة في قطاع التعليم فقط أو الطب، التعليم أو الطب، لكن اليوم نرى من بين النساء القياديات في مجال القضاء 48% من أعضاء القضاء هم من النساء. وأظن بأن هذا القطاع الحساس أيضا يشكل ويجسد هذه المقاربة، تمكين المرأة الجزائرية القيادية. فعلا، يعني المرأة كما قلتي عادة القطاعين المهمين هو قطاع الصحة وقطاع التعليم، يتواجدنا بعدد لن أقول هائل حتى نضع النقاط فوق الأحرف، أنه عدد النساء في الجزائر هم 22 مليون فقط مقارنة بعدد الرجال هم 23 مليون، وهذه الصورة النمطية موجودة عند أغلب الرجال، يعني ينظرون على أن عدد النساء هم أكثر من عدد الرجال، لكن هذا رقم إحصاء 2024، هذا هو العدد الحقيقي. حتى بالنسبة لتموقع المرأة في العمل، يعني العمل خارج البيت، يعني نجد نسبة 18% فقط و 60% يعني غير موظفات، هي مقاربة اجتماعية نمطية بنظرة ذكورية إن صح التعبير، لكن هذا لا يمنع أن نقول بأن المرأة متواجدة فعلا في كل القطاعات، كما أشرتي في القطاع القضائي وكذلك في القطاع الإداري الذي يحرك هذه مسار القطاعات كلها. لكن نحن نبحث عن أي امرأة؟ نبحث عن المرأة التي لها هذه الأهلية والمقدامية في إيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب. هذا هو مراجعة الدولة الجزائرية. صحيح. وعندما نتحدث عن المرأة فالكلام نفسه ينطبق على الرجل، إذا تحدثنا عن المرأة الريفية فالرجل الريفي كذلك موجود. إذا تحدثنا عن مناطق، وهنا أستاذة نبيلة أظن بأن معيار الكفاءة ودائما يتكرر بعيدا عن ذهنيات الكوتا والحصحصة وغير ذلك. أستاذة سعاد، أيضا من خلال لو يعني نتحدث أيضا عن هذه التجربة في المجال الاقتصادي، ما هي أهم التجارب الاقتصادية التي شدت انتباهك بالنسبة لنساء، ربما بالنسبة لكنت يعني قد تعرفت عليهم وقدموا نتائج إيجابية؟ بالنسبة لهذه النقطة جد مهمة، فيها سيدات أعمال جزائريات، يعني أنا تابعت مع عن طريق البرنامج الفيدرالية، نعم، إنه في سيدات أعمال من حرفية أصبحت منتجة، يعني أصبحت قدمت إضافة، يعني شو اسمها الكلمة، ناتج القيمة المضافة، القيمة المضافة اقتصادية. يعني شفتها إنها تحركت من ولاية لولاية وتعبت وخسرت أموال، وكنت بتابع فيها على أساس إنه رئيس فيدرالية فيه برنامج لازم نمشوا عليه ولازم نطبقوه ولازم نحترمه. فهذه السيدة رغم سنها يعني صغيرة وعائلتها اللي معاها هاجرت من ولاية لولاية مشان تطور يعني المنتوج تاعها، وجات العاصمة وبدأت شوية شوية بالعقل حتى المرأة السيدة. الأكيد بأنه هنا الإرادة مهمة جدا، وأيضا الدعم والتحفيزات
الامتيازات النقطة هذه جد مهمة. قوانين الاستثمار مثلا وغيرها من الآليات. النقطة هذه جد مهمة. لاحظ أنه الإرادة عند المرأة الجزائرية قوية جدا، يعني لما تضع في 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 يعني في ذهنها انها تعمل مشروع لازم تعمل مشروع هذا. نعم. يعني تحارب مشان تعمل هذاك المشروع. كاين حاجة نقطة مهمة جدا انه الآونة الأخيرة لاحظوا انه في تغييرات كثيرة عبر يعني امتيازات كثيرة قدمتها الدولة الجزائرية، ونشكر السيد الرئيس السيد عبد المجيد تبون في الآونة الأخيرة، يعني لاحظنا أمور ملموسة، يعني كل شيء تغير يعني في كل القطاعات، فيه أمور تغيرت وفي أمور رايحة للأحسن. صحيح فيه شوية. وش الأمور التي تغيرت؟ ما هي الأمور التي ترينها بأنها تغيرت نحو الأحسن بالنسبة لتشجيع المرأة في المجال الاقتصادي؟ نحو الأحسن المجال القانوني، تطبيق القانون. زمان ما كانش عندنا تطبيق القانون مثل هذه الفترة الأخيرة، يعني أصدروا قوانين وشرعوا قوانين. قانون الاستثمار مثلا هو أيضا قانون الاستثمار. نعم. تسهيل على المرأة الريفية لكي تكون مرأة منتجة. نعم. بالنسبة للفيدرالية عندنا المرأة إنتاج المرأة الماكثة في البيت. نعم. مثل ما كانت تحكي الأخت، في مشاريع جسدت عن طريق السيدات الماكثات في البيت اللي كانت تنسج الأشياء الصغيرة، أصبحت تصدر. نعم. المنتوج تاعها للخارج بإمكانيات صغيرة. نعم. يعني التقنين القانون الاستثمار، التسهيلات في الجهة في جهة الدعم. الدولة راهي تدعم مناطق الضل، يعني زمان ما كناش نسمعوا بالمناطق الضل بهذا يعني الصفة اللي رانا نشوفوا فيها. مي الوقت الحالي تبدلت أمور، ما راهي تقول السيدة جابوا لهم الإلكتريسيتي، جابوا لهم الغاز. تطورت الأمور، حتى الذهنية تاع المرأة تولي عندها طموحات وتحب تحققها في المستقبل. الشابات يخرجوا من المدارس مي تلقاها الشيء الملفت للنظر إذا لاحظتوا، حتى وهي راهي تقرأ في الجامعة ولا راهي في البيت ولا راهي تخدم، عندها توجور لا بلاتفورم تاعها في الفيسبوك، وراهي تنتج في بيتها وراهي تبيع. معناتها الرقمنة لعبت دور كبير في تشجيع المرأة، هذه شجعت المرأة. نعم. لكسب عيشها. وأيضا هذا الحس المقاولاتي أستاذة زليخة. نعم. الذي أصبحت تتميز به المرأة الجزائرية، إلى جانب كل هذه التحفيزات تمكنت المرأة وتوعت حتى تلج عالم المقاولاتية. نعم أكيد، يعني هذا كما كانت تقولي بلي هذا نظرا لعدة عوامل، من العوامل التحفيزية التي درتها الدولة الدعم الاستثمار اللي كان مخصص فقط لرجال الأعمال اللي عندهم مبالغ ضخمة جدا، أصبح يعني المرأة حتى ولو كان بمبلغ بسيط تستطيع أن تستثمر في أراضي فلاحية، تستثمر في مصانع، في مناطق صناعية، وهذا تمتاز به أكيد فقط الدولة الجزائرية والمرأة الجزائرية. المرأة الجزائرية منذ نعمة ظفيرها عندها واحد الكوراج، تحب تصدم كيما نقولوا حنايا، هذا الكوراج هو اللي يخليها تمشي. امراه قويه ما تخافش من العقبات، لانك تقول لك انا كانوا عقبات اللي تجاوزتهم اكثر من هكا. تخرجت مثلا الطالبات من الجامعه ما لقاوش وظيفه، بكري كان كيما تلقاش الطفله وظيفه تبان لها كي شغل نهايه العالم، ولكن الان اصبحت تتجه الى الابتكار، تتجه الى الصناعه التحويليه، تتجه الى عده اختراعات اللي تعود فيها يعني عندها مدخول، وهذا المدخول يبقى مستدام. نعم. والمرأة القيادية هي ليست فقط المرأة التي نقول احنا انها سيدة اعمال. نعم. صحيح. انما المرأة القيادية تبدأ من منزلها الى غاية عملها، حتى ولو كان تظهر انها هي ما تقدمش، ولكن هي تقدم عندما تربي اولادها تربية جيدة فانها امرأة قيادية افادت المجتمع. نعم. ايضا عندما تساعد زوجها حتى بالعمل، سواء كان في البستان، سواء كان في الإدارة، سواء كان في التعليم، فإنها امرأة قيادية جزائرية تستحق كل الاحترام والتقدير، ونفتخر بها. نحن نقول من هذا يعني هذا المنبر أنه على كل امرأة جزائرية أن تضع ثقتها في نفسها وتجعل حلمها هي الأجنحة التي تطيره بها إلى الواقع لكي تحقق ذاك الحلم. يعني الحلم ليس هو رأس المال، إنما الحلم هي تلك الفكرة الحقيقية التي تسلك إلى المكانة التي تريدينها. نعم. تستطيعين تحقيق حلمك بدون دينار واحد، هو فقط هناك المبادرة وهناك الثقة بالنفس وهناك أيضا
السير إلى الأمام دون النظر إلى الخلف. نعم أستاذة زليخة، والأكيد بأنه أنتم التي تحضرون معنا اليوم في البلاتو، وكنتم يعني أستاذة أتتني اليوم من ولاية خنشلة للمشاركة في البلاتو للبعث أيضا هذه الرسالة القوية بالنسبة للنساء التي تحدثين الآن بأنه القيادة لا تكون فقط بالنسبة للنساء صاحبات الأعمال، إنما المرأة أيضا ربة البيت لديها مهمة وعليها أن تفي بهذه المهمة. السيدة زليخة خوني رئيسة جمعية أنامل المرأة الريفية بولاية خنشلة، شكرا لك سيدتي على حضورك معنا، وتحياتنا لسكان ولاية خنشلة المضيافة، وشكرا لك أيضا السيدة سعاد بروال ربيحة رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي، شكرا لك سيدتي على حضورك معنا، والشكر أيضا موصول لك أنت أيضا أستاذة الدكتورة نبيلة بن يحيى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لكنا على حضوركنا معنا في هذا الملف ومناقشة هذا الموضوع المهم. إذن مشاهدينا الكرام نتحول الآن إلى الملف الدولي في تقديمه الزميل إبراهيم الخليل كربال بعد الفاصل. شكرا لك فاطمة الزهراء، أهلا بكم مشاهدينا أينما وحيثما كنتم في هذه النافذة التي نواصل فيها التغطية الخاصة لما يحدث من حرب إبادة منذ 7 أكتوبر الفارط. أفاد سفير فلسطين لدى مصر اليوم بنزوح حوالي 100,000 فلسطيني من أراضيهم منذ 7 أكتوبر الفارط. جاء هذا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، حيث أصبحت التقارير تسلط الضوء ليس فقط على تعداد الشهداء الذي يناهز 38,000 شهيد، بل حتى على تبعات حرب الإبادة هذه على التركيبة الديمغرافية والبنى التحتية والبيئة وباقي الإقليم. في التقرير التالي نرصد لكم جوانب من هذه التبعات على البيئة مع مراسلنا وسام أبو زيد، ثم نعود. فتصريف المياه العادمة والتخلص من النفايات الصلبة هي الحرب التي يخوضها الفلسطينيون يومياً، خاصة بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي كل معدات البلديات وأيضا البنى التحتية في هذا العدوان، لأنه ما فيش لا بلدية ولا أي شيء، والأطفال هذول بعينه اللي بموت من الصفار واللي بموت من المجاري واللي يعني حاجة لا تتطايق، لأنه في البلد هذه كلها أول مرة إحنا في حياتنا نشوف الحرب هذا. طبعا كله بأسى على الطنيات وبأسى علينا ومرض كله هذا، يعني شايف الريح بتقتل، يعني شايف لحالة البنت شايف كيف سكن مناخيها من الريحة، تعب يعني علينا معاناة هذه جدا، يعني عن كمان جنب المستشفى يعني مريض بمرض بزيادة ونايم في المستشفى. هذا أحد الشوارع الملاصق لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المكان عدة مرات وأصبحت المياه العادمة في شوارع المدينة. صراحة الاحتلال الصهيوني تعمد لهذا الاشي، يعني قاصد انه يجرب الجرافات والتدمير المناهل الرئيسية للمناطق، يعني ما ادى الى تراكم نفايات، ما ادى الى تراكم مياه الصرف الصحي كما ترون،
والكمامة كما ترون متراكمة جدا، وهي بالتأكيد تؤثر سلبا علينا كمواطنون وكنازحون. وهذه الأكوام الكبيرة من النفايات الصلبة تقع بين النازحين الفلسطينيين، ولا يوجد أماكن أخرى لتصريفها والتخلص منها. نعاني يمكن بالشكل الأكبر كمان من تراكم القمامة اللي موجودة في الشوارع، الموجودة في كل مكان أنت بتواجهه. مش فقط القمامة، القمامة ما إلها مخلفات ولا أثار. إحنا بنعاني إنه إحنا في الليل صعب الأمور علينا وعلى أطفالنا بالذات، وعلى نسائنا بنعاني من مسألة البعوض. إن لم تقتل بالرصاص والقذائف والصواريخ فحتما ستموت بالأوبئة والأمراض. هكذا أرادها الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتفنن في قتل الشعب الفلسطيني منذ أن بدأ عدوانه قبل أكثر من 8 أشهر. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. لمناقشة هذه التطورات أسعد باستضافة أستاذ العلوم السياسية رائد ناجي. أستاذ أهلا ومرحبا بك. ونبدأ من حيث المناسبة، اليوم العالمي للاجئين، 100,000 لاجئ فلسطيني منذ 7 أكتوبر، على الرغم من أن السلطات الفلسطينية تقول إن هذه الأرقام تبقى في حدها الأدنى، باعتبار أن هناك الكثير والكثير والكثير من لم يتم تسجيلهم في قائمة اللاجئين والنازحين. طبعا هو بداية فقط وإشارة إلى تقرير الزميل يعني وسام أبو زيد حول البيئة الكارثية، يعني واعتقاد هذا الطريقة الممنهجة للاحتلال في قضية إطباق الحصار على قطاع غزة من كل النواحي، وجعل غزة مدينة منكوبة، أو كل قطاع غزة مدينة منكوبة غير قابل للحياة. وبالتالي لو رأينا يعني النفايات والبيئة، طبعا هذا أيضا يعني هو طريقة ممنهجة لهذا الاحتلال ببث الأمراض والأوبئة، وجعل الحياة غير صالحة يعني في قطاع غزة. طبعا هذا عكس ما ربما من نادت به حتى الأمم المتحدة في مبادئها، المياه الصالح للشرب والبيئة ومكافحة الأوباء. فبالتالي نعم يضاف هذا إلى في البرامج الأممية للتنمية. نعم، أنا يضاف إلى سجل الإجرام الصهيوني بتعمده وضع هذه النفايات، يعني مثل ما فعل في بيروت في 2006 يعني بنفس الطريقة، وانتشرت الأوبئة والأمراض في طرقات بيروت. اليوم يتكرر المشهد ذاته. أعود إليك إلى اللاجئين. طبعا الشعب الفلسطيني عرف الكثير من اللجوء ليس من اليوم، يعني دعني أعود لك إلى 1948 أو قبيل 48، عندما نزح الكثير من فلسطين، نزح 800,000 فلسطيني، واقتربوا كثير منهم، ذهب إلى أمريكا اللاتينية بالتحديد إلى فنزويلا، البرازيل مثلا، والكثير منهم في دول عربية، وجزء قليل في دول أوروبا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. لو عدنا في ذلك الوقت، يعني ذكرنا في ذلك القرار يعني القاضي، يعني بعد يعني 48-49 أنشئت يعني الأونر وحقوق اللاجئين في سنة، يعني جاء القرار في 1950 تم تطبيق هذا القرار للأونر والحماية، أو على الأقل لدعم والترف والتكفل باللاجئين الفلسطينيين. اليوم نجد أنه الاحتلال من سياساته التي يعني طبقها سابقا يعيد إنتاج نفس السيناريو وبنفس الملامح والسمات. يعني عندما كانت في 48 مجازر الهاغانا وغيرها تقوم بإبادة الشعب الفلسطيني، ونزح أكثر من 800,000 فلسطيني، حتى أن اليوم قطاع غزة الذي يعوش النزوح للمرة الثانية أو الثالثة حتى، لأنه نزح الكثير من أهل سكان غزة، نزحوا من أراضي 48 إلى قطاع غزة وسكنوا في مخيمات كجباليا وغيرها من المخيمات والنصيرات لتحيط ورفح حتى التي تحيط بمدينة غزة. ثم جاء في 67 أيضا إضافة إلى ذلك نزوح بعض القرى من الضفة الغربية أو مناطق التماس مع الخط الأخضر إلى داخل غزة. اليوم تعيش غزة إذن النزوح الثالث. لو عدنا إلى القوانين وإلى الشرعية الدولية التي تنادي بضرورة عودة اللاجئين، لوجدنا أنه نعم هناك في قرارات يعني تنادي بضرورة عودة اللاجئين، أو على الأقل التعويض العادل للاجئين الفلسطينيين. لكن هذا الكلام يعني اليوم نرى أنه في انقلاب على هذه الشرعية الدولية من طرف الاحتلال وحتى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، عندما أعلنت مع بعض الدول عن على الأقل حتى صمت يعني المجتمع الدولي. نعم، نتحدث نعم. عن ما قبل 7 أكتوبر. طبعا في صمت دولي ومحاولات، انه كانت هناك محاولات جاده لاخفاء موضوع اللاجئين، ولعل هذا الموضوع ظهر جليا مع 7 اكتوبر، عندما قامت بعض الدول الولايات المتحده الامريكيه كندا مجموعه من الدول بتوقيف دعم الاونروا. من اجل ماذا؟ من اجل حل الاونروا، لان الاحتلال اليوم يرى ان الاونروا او وجود اللاجئين للتكفل باللاجئين هو الشاهد الملك كما يسمى، بمعنى اخر هو الشاهد الذي يثبت ان هناك في احتلال وان هناك في لاجئين، وبالتالي لابد من التخلص من هذا الموضوع. وبالتالي اذا الاحتلال هو اصلا منذ البدايه، لو عدنا
إلى خطته العسكرية بعد 7 أكتوبر كانت أن يبدأ من الشمال ثم يذهب إلى الوسط ثم إلى الجنوب وفصل قطاع شمال قطاع غزة عن الوسط عن الجنوب لإفراغ نعم على طريقة المربعات السكنية أو تفريغ المربعات السكنية. هذه السياسة التي طبعا طبقها الاحتلال في 48 طبقها في الضفة الغربية وما زال يطبقها إلى وقتنا هذا في المستوطنات التي تبنى وتشيد على أراضي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وحتى على أراضي القدس، وبالتالي يبدأ التفريغ من الشمال إلى الجنوب. لكن الاحتلال الآن واجه مشكلة في أنه الذين هجروا إلى الجنوب عادوا إلى الشمال، واليوم يعني نعيش مجاعة كبيرة جدا في الشمال يعني بالمناسبة بين قوسين. إذا عدنا إلى موضوع اللاجئين أنا على التحديد يعني نعم هناك في قرارات أممية، لكن هذه القرارات الأممية يداس عليها، وبالتالي نذهب إلى محاولات أخرى لإنهاء موضوع اللاجئين، بل أن هناك من أطلق عليه كما سمترتش وابن كفير مثلا عندما قالوا أن هذا تهجير طوعي وبالتالي ليس التهجير القسري والقتل. وكيف يتم ذلك؟ عن طريق ما رأينا من خلال تقرير الزميل وسام المظاهر اللا حيتية يعني في داخل قطاع غزة أو قلة لا يوجد مياه لا يوجد كهرباء، يعني انعدام كافة مرافق الحياة وكل ما مسببات الحياة للحياة، وبالتالي هذا يدعو أو يدفع الفلسطيني إلى الهجرة، وهذا ما سماها هو الاحتلال بين قوسين. حتى الوطن الأمريكية والإعلام الأمريكي التي تعاطى مع هذا المصطلح على أساس أنه هجرة طوعية ولكنها في الحقيقة ليست طوعية هي قصرية. أضف إلى ذلك أنه الاحتلال أيضا منع الفلسطينيين الذي المقيمين في الخارج من العودة إلى قطاع غزة، فأصبحت أيضا لجوء آخر. ولكن هو يبقى في هذا التهجير القسري عفوا في منذ 7 أكتوبر بهذا الحجم، 95% من سكان القطاع تم تهجيرهم إلى جنوب القطاع، وتقول السلطات الفلسطينية بأن هذه الأرقام التي تقدمها وكالات الأممية أنها تبقى ناقصة كما قلت وسبق وأن قلت أنها يعني تفتقر لأعداد كبيرة من غير المسجلين. ولكن يبقى هذا التهجير القسري هو الأكبر من نوعه منذ إقرار الأمم المتحدة لهذه الذكرى في عام 2000، يعني في 24 سنة يبقى هذا الحجم من التهجير القسري مسجلا بارزا في التقارير وبيانات الأمم المتحدة في مختلف أصقاع العالم التي تشهد مثل هذه الحروب. أستاذ رائد، هو نعم أتفق معك هو الأكبر لكنه ليس الأول، يعني هناك في لا هو الأكبر هو الأكبر منذ إقرار هذه الذكرى، حتى منذ الإقرار يعني هناك في تهجير قسري صامت. أنا الاحتلال مارس تهجير قسري لمناطق الخان مثلا الخان الأحمر ما بين القدس وبين مناطق أريحة في كثير الأغوار، هي محاولة للعب على ورقة التركيبة الديموغرافية على مختلف المربعات السكنية كما قلت سواء في قطاع غزة أو في مختلف المدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أستاذ رائد، طبعا هو الاحتلال منذ البداية في بالتحديد قطاع غزة كان يتحدث عن نمو ديموغرافي رهيب جدا، وهذا النمو الديموغرافي الذي كان ما يربك الاحتلال حتى أنه قبيل يعني طوفان الأقصى، فقط أعود لك إلى مركز دراسات الأحزاب الحريدية أو الدينية التي يترأسها ابن كفير مثلا عندما قالت أن المرأة الفلسطينية ولادة، وبالتالي استهداف المرأة الفلسطينية أو الطفل الفلسطيني قبل 7 أكتوبر بأقل من أسبوعين صدر هذا التقرير يعني بين قوسين، كان يتحدث عن التفوق الديموغرافي وأن نعيد المعادلة، يعني هذا كان ما طرحته هذا مركز الدراسات، حتى أن ابن كفير مثلا دعا إلى زيادة المواليد لدى الاحتلال والمرأة المتدينة بين قوسين اليهودية طبعا من أجل إعادة إنتاج توازن ديموغرافي في داخل الحريديم في الطائفة الحريديم نعم، حتى دعا إلى 10 أطفال فما فوق، يعني تخيل أن هذا في الدراسة موضوعة بأرقام تشير إلى النمو الديموغرافي. فأكبر مشكلة يعني دائما تواجه هذا الاحتلال المشكلة الوجودية مرتبطة بالنمو الديموغرافي الفلسطيني، فبالتالي اليوم اقتلاع الفلسطيني أو تكسير على الأقل الحاضنات في داخل فلسطين أو حتى المشاتل الديموغرافية في داخل فلسطين طبعا أصبح من سياسات هذا الاحتلال، ولهذا نرى اليوم استهداف الطفل استهداف المرأة الفلسطينية هو ليس عبثيا بقدر ما أنه أمر ممنهج على وجه التحديد والدقة، ولكنه أمر ممنهج ولكن فاشل، يعني باعتماد هناك التقارير أو التحليلات السياسية تقول أنه عجبا لهذا الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحق العودة من خلال مثلا في الاستهداف الاحتلالي لتلك المربعات السكنية على كامل أراضي قطاع غزة. نلاحظ أنه الفلسطيني أو الغزاوي متمسك بحق العودة والعودة إلى مناطق الشمال أيضا في الضفة الغربية، أيضا حق العودة الذي أقر وكتب بالحبر الأسود وما زال في ذهنية الفلسطيني أنه كل هذه المحاولات والخطط أستاذ رائد أنها سقطت في الماء برغم هذه الحصيلة الثقيلة من عدد الضحايا والشهداء والمهجرين. أستاذ رائد، طبعا هو الاحتلال منذ البداية هو يريد أن يغير التركيبة الديموغرافية وحتى توزيع الكتل. بالمقابل تقول التقارير نفس التقارير تلاحظ أنه هناك هجرة واسعة
للمستوطنين الذين أتى بهم الاحتلال من مختلف بلدان العالم قصد تعمير تلك المستوطنات الجديدة أستاذ رائد؟ طبعا هذا الأمر يعني يثير قلق الاحتلال من ناحية مهمة جدا، هي الناحية الهويتية والوجودية والارتباط بالأرض. عندما كان الاحتلال يتحدث عن الجانب الديني والجانب العقيدي في قضية الولاء لهذه الأرض على أساس شعب الله المختار، وأن هذه الأرض موهوبة من الرب على حسب التعابير وحسب التوراة وحسب كثير من أسفار الاحتلال تتحدث عن هذا الموضوع. اليوم نرى الحقيقة الراسخة أن هناك في علاقة قوية جدا ما بين الفلسطيني والانتماء لأرض فلسطين، وبالتالي إذن التشكل الهوياتي مبني أصلا أو أساسا من الأرض الفلسطينية. ولهذا نجد حتى أنه في تقارير كثيرة تقول أن الأرض مثلا في غزة، هذا ما ذكرته تقارير حتى أمريكية، أصبحت تقاتل إلى جانب الغزي. لماذا؟ لأن الفلسطيني في النهاية هو ليست لا يملك جنسيات أخرى، وهو منذ خلق ومنذ الوجود الفلسطيني على هذه الأرض وهو مرتبط بهذه الأرض، يعني لا يحمل جنسيات أخرى أو لديه مشارب أخرى مثلا، وإن كان ربما يسافر لمعايش لكنه يعود سريعا إلى الأرض ويبقى هذا الارتباط، على عكس هذا الاحتلال الذي جاء من بقاع شتى. وهذا الأمر يعني يبرره بن غوريون عندما قال احنا جئنا من مناطق شتى كثيرة في هذا العالم وعلينا أن نكون أمة. اليوم هذا الموضوع موضوع الأمة وكأنه اصطدم بأرض الواقع، وبالتالي تتحدث عن هجرة عكسية، تتحدث عن خيارات. يعني أنا أقول لك صدر آراء يعني في حديث يعني يتحدث أنه إذا ما توسعت رقعات الحرب في داخل فلسطين مثلا، ما الذي يمكن أن يحدث لمن يسكنون من المحتلين أو المستعمرين في داخل فلسطين؟ كانت الأغلبية الساحقة جدا أنهم جهزوا جواز سفرهم للسفر إلى الخارج والعودة إلى البلدان التي أتوا منها، وبالتالي هنا هذا الأزمة الهويتية أو المفهوم الهويتية أو حتى مفهوم الأمة التي كانت تحدثت عنه جولدا مائير ثم بن غوريون الآن يتلاشى أو بالأحرى يصطدم بشكل كبير جدا. ونجد أن الارتباط بالأرض اليوم تقريبا حتى حركة المهاجرين نحو العكسية صارت هجرة عكسية أصبحت معدومة جدا. ولهذا يعني حتى في نفس التقرير الذي أرادت أن تقوم بعمل مقابلة ما بين الفلسطينيين الذين هجروا والذين لم يهجروا، أثبتت الدراسات يعني هذه الدراسات الصهيونية أقول لك الجامعة العبرية أنه في تشبث كبير للفلسطينيين، وحتى أنهم لو ماتوا يعني فضلوا الاستشهاد على أرض فلسطين على ألا يغادروا أن يعيشوا نكبة ثالثة، وهذا كان بالإجماع. وأن الذين عادوا مرة أخرى على عكس الجانب الاحتلال، يعني اليوم في هجرة عكسية كبيرة جدا لو فتحت تتجاوزت 800 ألف في المقابل. فبالتالي إذن من ناحية لو قارنا بين الأمور نجحت يعني نجح الفلسطيني في التشبث في أرضه بينما الاحتلال إلى زوال. طيب نتحول الآن إلى تلك التقارير أيضا التي تتحدث عن زيادة الشرخ والهوة والصدع داخل بيت الاحتلال، داخل مجلس الحرب وداخل حكومة الاحتلال وداخل الشوارع في الحشود التي تميز أو تحتل الشارع كل يوم للمطالبة بإسقاط هؤلاء المجرمين من قادة الاحتلال، على الرغم من أنهم كلهم سواء يعني متفقون على هدف واحد وإن اختلفت هذه الوسائل والمخططات والبرامج والرؤى. طبعا هو يعني صدق الله تعالى لما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الاحتلال منذ فترة طويلة يعيش أزمة، يعني منذ أن تكون هذا الاحتلال هو يعيش في أزمات، سواء أزمات اقتصادية أو حتى أزمات سياسية أو حتى المكون الهوياتي. لكن هذا الأمر بدأ يطغى بشكل أكبر مع أزمة أو بعد أحداث 7 أكتوبر. اليوم نجد الخلاف والشقاق كبير جدا في داخل المؤسسة العسكرية هذه لأول مرة. يعني حتى اليوم التقارير تقول أن احتمالية الانقلاب على نتنياهو عسكريا، هذه نقطة. النقطة الثانية يعني أيضا أنه لأول مرة الحكومة الائتلافية غير متجانسة على الإطلاق، في أي لحظة بن كفير يهدد بالانسحاب وبالتالي سقوط حكومة نتنياهو، وبالتالي هي الأضعف من الناحية السياسية ومن حيث التكوين ومن حيث الائتلاف يعني أتحدث. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا أيضا أنه حتى محاولات نتنياهو لرأب الصدع ومحاولة أن يضم المعارضة إلى مجلس مصغر من الكبينت وإن كان تنظيم غير دستوري، إلا أنه حتى هذا انسحبت منه لبيد زينكوف مثلا انسحبوا، وبالتالي أصبحت يعني المعارضة خارج الإطار وإن كانت تعود إلى الحكومة الموسعة لنتنياهو. كل هذا الموضوع يعني أحدث شرخا داخل هذا الاحتلال على عدة أصعدة. الصعيد الأول اليوم هو تنامي الأصوات المرتفعة للذهاب إلى صفقة تبادل وإعادة الأسرى، في ضد الأصوات التي الآن تتحدث عن تطبيق بروتوكول مثلا قتل الأسرى الصهاينة مثلا في داخل قطاع غزة. وبالتالي اليوم إذا صار بين هذا وهذا شرخ كبير جدا، وهذا أحدث مظاهرات في داخل هذا الاحتلال. هذا على صعيد. على الصعيد الثاني بحد ذاته يعني لابد أن نتحدث عن الجانب العسكري اليوم. الجانب العسكري
في تباين في الرؤى ما بين نتنياهو وما بين الحكومة أو على الأقل الجناح العسكري، والجناح العسكري فيه أيضا انقسام في داخله على ازدواجيتين، طريقة تذهب باتجاه إلى ضرورة المفاوضة والذهاب إلى هدنة، ولكن الدفاع وعملية الردع موجودة. الطرف الآخر يذهب باتجاه تدمير قطاع غزة وحتى تأديب الشمال اللي هي جنوب لبنان. طيب في سؤال أخير أستاذ رائد ناجي، حول ماذا بعد استهداف الاحتلال لطواقم الأونروا؟ هل وفي الهدف تقويض كل مساعي إسعاف المرضى والمحتاجين والنازحين، سواء القتلى منهم أو النازحين، يعني من بقي على قيد الحياة من هؤلاء؟ طبعا هذا الموضوع له أبعاد كثيرة جدا في الحقيقة. يعني الاحتلال منذ البداية دأب على حلق الأونروا حتى لا يبقى هناك وجود لقضية فلسطينية أو قضية اللاجئين، وبالتالي إذن إعادة الانقلاب على قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي نسخة حق اللاجئين ونسخة حق الأونروا، وبالتالي تتم حل الأونروا. هذا الموضوع له عدة أهداف، يعني على الصعيد أول شيء على الجانب القانون الدولي وتبرئة الاحتلال والاعتراف بأنه لا يوجد احتلال أصلا، وهذه في صالح الاحتلال، لأنه يعني الاحتلال انتقل من خطوة إلى خطوة. في الأول كان الاحتلال يخضع لاتفاقيات جنيف بروتوكولاي لاهاي على قضية أنه محتل، أنه يحتل هذه الأرض، ثم لما جاءت اتفاقيات السلام سواء الفلسطينية أو حتى العربية نوعا ما الاحتلال ارتاح قليلا، لأنه لا أصبح في حكم هذه الاتفاقيات كانوا غير مسؤول عن رعاية أو على الأقل هذه الشعب المحتل هو الشعب الفلسطيني آنذاك، وبالتالي رصد ميزانية كبيرة جدا وفرها الاحتلال لصالحه. اليوم الاحتلال يذهب باتجاه خطوة أبعد من ذلك، وحل الأونروا بالكامل وإلغاء مفهوم اللاجئين، وبالتالي يصبح أنه لا يوجد احتلال أصلا، وبالتالي يصبح أنه تنكر للحق الفلسطيني بالمطلق لكنه بصبغة شرعية أممية، ويحاول أن يصل إلى هذا الهدف. فإذا ما وصل إلى هذا الهدف طبعا كل القرارات التي صدرت من أجل الشعب الفلسطيني خاصة فيما يخص موضوع اللاجئين وعودة اللاجئين وتعويض اللاجئين، كل هذه القرارات سيعود لها أو سيتم الانقلاب عليها تدريجيا، ويصبح أنه قضية التعاطي مع الأمر الواقع، وهذا ما يريده نتنياهو، يعني بالتحديد أن يتم التعاطي مع القضية الفلسطينية على أمر الواقع، وبالتالي يذهب إلى حل الأونروا، إلغاء مفهوم اللاجئين، وبالتالي نعود مرة أخرى إلى موضوعين مهمين جدا يعني في الحقيقة. يعني وسبق أن طرح الاحتلال، سبق الاحتلال أن يتم تهجير بعض الفلسطينيين إلى بعض الدول العربية، وسمى حتى الأسماء بمسمياتها. النقطة الثانية هي أخطر من ذلك، يعني دأب الاحتلال على العمل إليها من 2015 في ترسانة قانونية كبيرة جدا، أن يذهب أن يرى أملاك اليهود في الدول العربية وأن يتنازل عن أملاك اليهود في الدول العربية مقابل أن يحتضن الفلسطيني، وهذه المعادلة طبعا طرحت في سابقا لكنها لم تنجح إلى هذه اللحظة، لكن هناك في محاولة إعادة تدوير هذه الطرح. لكن في النهاية أنا أختم لك أن في النهاية هو محاولة التكالب على حقوق الشعب الفلسطيني وإسقاط حق الأونروا، وبالتالي إلغاء الاحتلال، بينما لن نسمع أن هناك احتلال ولا نسمع أن هناك شعب محتل ولا يوجد لاجئ. هذا هو الخلاصة أو أين يريد الاحتلال الذهاب. شكرا لك أستاذ رائد ناجي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على كرم قبول الدعوة البرنامج. الشكر موصول لكم مشاهدينا أينما وحيثما كنتم. هذا إبراهيم الخليل كربال يحييكم، والعودة إليك فاطمة زهرة. شكرا إبراهيم ولضيفك الكريم. إذا مشاهدينا الكرام، بالملف الدولي نأتي إلى ختام برنامج الجزائر مباشر. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل التقني والتحرير، إلى اللقاء.